مرحبا على البروديوسر. طيب كيف الحال؟ حاضر الله يسعدك ويسلمك. صح لسانك، صح لسانك، بيض الله وجيههم وانت خويهم. الله يسعدك، الله يسعدك. ما يبتذير تنعى قومة الخوي عن خويه. ارحب وترحب المطر، يا هلا والله ومسهلا. والله العظيم ان اليوم عيد وبجيتكم وحضوركم، انكم انستونا واسعدتونا ودخلتوا. احنا هنا لنا يمكن فوق، احنا من ايام مرضون، من شهر اثنين احنا هنا. يجينا احيانا يعني زي ما تقول تكاك وشوق وكذا، لكن اليوم والله العظيم انكم وصلتوا العمر. كيف الحال؟ اي والله، اي والله، ارحبوا مليون ويوفقكم. وانتم ما وصلتم لهالمرحله الا انتم ما شاء الله تبارك الرحمن كلكم، وانتم الان كلكم فايزين بغض النظر من هو اللي ياخذ الاول ولا الثاني. انتم ما شاء الله تبارك الرحمن كلكم وصلتوا لهالمرحله وانتم كفو. والله يوفقكم التوفيق المبارك. الله ما يسلمك. والشكر كل الشكر القناه بدايه والعاملين عليها من صغير ومن كبير. يعني ما شاء الله احنا دخلنا شفنا عالم ثاني داخل هالقريه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله وانتم كفو وتستاهلون اللي حطوكم. يلا حيوا، يلا حيوا، الله يعطيك ويطول عمرك ويسلمك. يخدمون المجتمع ويخدمون انفسهم ايضا والحمد لله. هذه كلها تراها دوره، تعتبر دوره تدريبيه اعلاميه. الله يسلمك، جميله جدا والله انك نورت. رغم انها يعني شوي لكن ما يخالف. لا لا خلاص، ما بقى الا اسبوعين ثلاث اسابيع. الحمد لله انتم المنعطف الاخير. الله يسعدكم والله العظيم نكون شوشتوا راسكم. لكن مثل ما قال ابو ركان والله ان كلكم فايزين، وترى لكم متابعين، وحنا يمكن من اقل الناس، لكن والله في ناس يعني يتابعونكم بشكل جميل جدا ويشكرونكم على بعض الفقرات اللي تجي. والاجمل حقيقه واللي رائع ومثار اعجاب من الجميع تعاونكم، وحقيقه حتى تأثركم إذا طلع أحد والبكاء اللي يصير والضمات إيه. هذه ترى والله جميلة جدا، إنها بكاء فرحة جدا. إيه والله بكاء فرحة إنها والله العظيم. والله إحنا نقول يعني تعالف من عظيم بينكم. الله إن شاء الله. دكتور أبو يارو لهم الربع، الربع لا طلع أحد منه أعتقد لآخر برايماتين تطلعون فيها من أخواتهم يتبرعون حتى بفلوس، وقال لا خذ من رصيدي بس لا يطلع خوي، خدم الرصيد حق والله نشوفه يا ابو حاله ونعم رجال والله نعمل. اي والله والله اني اعيد بكل فخر وشاش راسي الشيخ منيف بن جازي الوسوس. نعم الوالد. ما عليكم زود الله يطول عمرك. الوالد القائد حسن بن دهيم. نعم الدكتور ابو ياره محمد ابو منصور منصور الناصر. لا الربع اقسم بالله العظيم اني الرجال انت والله العظيم ان المشاعر اي من امس ولا من والله لا والله في من تعود من الشيطان يشرب لك ماء. الحمد لله. الدكتور ابو فراس محمد الناصر. نعم اخوي وعضيدي خالد. نعم محمد يطول عمر واد عمي محمد عازم. نعم الله يحييك الجميع الله يحييك. وعد اخواني ذولي مشاهير ومعروفين. اي والله اي والله والله نعم الاخوه. شوف بقول لك شيء، أول شيء أسأل الله أن الله يرحم الملك عبد العزيز الله ويجعله في الجنة آمين، ويمتن عاجبة من بعده ويحفظ ملكنا وولي عهده ويحفظ دولتنا من كل شر. من الله جاب الملك عبد العزيز ووحد المملكة العربية السعودية، صرنا قبيلة وحدة وإخوان تحت قائد واحد ملك واحد، نحمد الله ونشكره. الآن أنتم من كل قبيلة ومن كل أسرة ومن كل حاضرة ومن كل بادية، ما صار فيه هذا بعيد وهذا قريب، صار أقصى المملكة وأقربها كلهم إخواننا وكلنا نحمد الله. حنا زيارتنا ما حنا بس الحاتم، حنا زيارينكم كلكم، أنتم عيالنا الله يبارك فيك ويطول عمرك، وشرفا لنا أن نجيكم، وأنتم إن شاء الله في مستقبل حياة ومستقبل إعلام لوطنكم قبل كل شيء، ثم لأمتكم ثم لأنفسكم. الإنسان اللي فيه خير كل اللي بيفتخر فيه، أي إنسان الآن بارز كل واحد يقول أنا عارفه
هذا مني، هذا قريب، هذا من وطني، هذا لأنه إنسان فيه خير والناس كلها تبي القرب له. فأنتم إن شاء الله كلكم فيكم خير، وكلكم إن شاء الله بإذن الله إنكم يد وحدة وصف واحد، وإن شاء الله نشوفكم بإذن الله مستقبلا قريب عاجل بإذن الله إنكم في الأماكن اللي تستحقونها وتستاهلونها بإذن الله. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. ولا صبرتم لهالفترة هذه إلا إن شاء الله تعالى، إن يعني هذا دليل إنكم مبدعين وعاقدين العزم على الإبداع في بالإعلام إن شاء الله. ربي يثمن التعب بإذن الله. مو مثل ما قال الشيخ منيف، يعني الشخص ترى يمثل وطنه في كل شيء، ويمثل أسرته ويمثل تربيته باللطف والطرح الجميل والطرح الممتاز. الآن بعض الملاحظات توجد على بعض المشاهير في وسائل الإعلام ترى ينبذها جميع، ينبذها جميع العقلاء، لكن الحمد لله لما يكون الشخص اللي من المشاهير وبالسوشيال ميديا بالذات ويطرح أفكار جميلة ويطرح محتوى جميل ورائع جدا، ترى الجميع يشجعه. وبالعكس يعني ما يعني يقتصر على مجموعة معينة، تجد الجميع يتابعه والجميع يشجعه لأنه محتواه والطرح اللي عنده جميل جدا ويليق بمستواه ويليق أيضا بمستوى حتى الوطن، وهذا اللي احنا بحاجته. يعني وطننا الآن زي ما تشوفون الحمد لله يعني تقدم في كل شيء الآن، حتى الإعلام يواكب هذا التقدم وهذا التطور، ولله الحمد. والشكر موصول للقناة بداية حقيقة على إبداعهم وعلى برامجهم الجميلة هذه اللي تراها متابعة بشكل يعني كثير جدا وبشكل رائع حقيقة. الله يوفق الجميع ويساعدكم إن شاء الله. الله يحييك. ما شاء الله، ما شاء الله. راعي هالناقة اللي جايبها حلبها لأخوياه منه ده. هذا وحسن بقمي ده. بقمي الله الله ونعم. آه غريب عنك، هذه من مواري الكرم، مواري الرجولة اللي فيها خير، والرجل الكريم كل يحبه. إيه وبيض الله وجهك، وأخوياك يستاهلون. مرحبا مليون والله. إن شاء الله نحلب لكم الحين. ذكر علي يوم هذا من مواقف الكرم، يسولف علي واحد من أهل عرعر، يقول كان فيه ضابط في جوازات عرعر اسمه كمال الحيل العنزي. وكانوا يجون هالشيبان، وكان قبل الوقت هذا ما كان فيه صرافة ولا كان فيه ما فيه إلا فلوس نقد ولا يصار عن طريق البنك ولا زي كده، ويسددون إقامات ويسددون، يجون هالشيبان ولا جاء الشايب متفق مع حق الصندوق، يا رسالتك هذا جيب الأوراق أنا أدفعها، يدفعهم من راتبه هو. وكل ما جاءوا شيبان طال عمرك خلص أوراقهم وسلمها قامة عامله ومشى. الشيبان على هالموال يحسبون ما في رسوم ولا يحسبون في شيء. إيه. وكمان حيل أدفعها من جيبه. الله يذكره بالخير يمسيه بالخير. والله أني اتصلت عليه، بحثت عن رقمه وأني اتصلت عليه وأني دعيته كرامة لأنه يستاهل. وعلم طيب. بعد ما تقاعد كمال حيل جم الشيبان وقال له الموظف رح سدد الرسوم وتجي. قال وش رسوم؟ قال رسوم الإقامة رسوم. قال طيب متغير النظام. قال ليش؟ قال وقت كمال حيل ما كان في رسوم، نجي ونجدد ونمشي. ما أدري نسدد عنه. كمال الحيل الله يمسيه بالخير كان هو يدفعه، ما أدري مسدد عنه، ما يدرون الشباب ما يعرفون إيه؟ ان النظام اللي فيه تسديده. بعدين قالوا لا كمال حيل كان ادفع من جيب، لكن الحين كمال حيل تقاعد. لكن الله يطول عمره على الطاعه، هو حي يرزق الان ويستاهل اللي يشيد فيه. فانا يستاهل. يوم شفتك ما شاء الله تبارك الرحمن موقفك وجايب الناقك وتحلبها لزملائك من المواقف الطيبه. طيب الله اعمالك، طيب الله اعمالك. يا الله وجهك والله، لو ما انت حصان ما تجيب. ايه لكن انت حصان وابوك حصان. استاهل العافيه، الله يطول عمرك. مرحبا ابو وكان، انتم العاد عندنا خيل، عاد عندنا خيل في القريه، الفيصل ابن هدلان. ونعم استاهل من اهلها ونفض مع خيل يطول عمر السلامه في القريه. بيض الله وجيههم. ونعم والله اذكر بخير، صارت مدينه ما شاء الله تبارك الرحمن اللي بيها عاد بصقر حتى
ما شاء الله الدحام عبد الرحمن الضحيك. اي والله بس سمعنا ان صقورنا اليوم ما صايرين عليها هذا. لا بس عادي يصقرناكم والله ما يبغى الحمد لله الله كريم كلها خير. الله يبارك فيك الصقور وعوده الله يبارك فيك يستاهل راس يوم صيد. اي انا هديت وصادت وعود صيد وتعود دائما وراعيها يجب انه يعني يصير على ثقه انها تبدأ. الله يجعلها ترحب ملي الله يبارك الله يحييك الله يبارك فيك يجعلها ترحب ملي الله يبارك فيك والله ما في دينا شيء والله يغفر لي على الربع اخواننا الدخل والله ما في دينا شيء ودنا نحن نكرمكم والله ما تستاهلونها وجيتكم احنا جايين انتم مكرمينا وحنا مكرميكم الليله في عشاكم في محل الله يرحم والديكم الحق لنا الحق لنا الحق لنا احنا والله ان الحق لنا تستاهل ولكن جيتكم هي اكبر كرامه لنا وللقناه اي والله العظيم الله يطول عمرك انتم شرف وانتم نماص ونتابعكم حنا معكم هنا قلبا وقال الله يرحم والديك والله يرحم والله يبيض وجيهكم ويخالف على ابو حاتم هو اللي تكلف في عشان بيض الله وجهه بيض الله وجهه وجعلها الف وجعلها الف مليون مبروك اكتمال وقف ام حاتم الله يجعلها خالص الله يجعلها خالص امداد والله من بعد فضل الله طول العمر وقفه جروبات دعمكم كلها معي وقفه الجمهور بشكل عام اللهم لك الحمد الحمد لله الدليل على زي ما قال اول طول عمره وركان قناه بدايه اللهم لك الحمد جمهورها وفي والله لك الحمد الحمد لله الحمد لله ويسعون مثل الاشياء هذه ما ادل من الوقف اللي انتم راعينه الان جميع ما شاء الله سمعنا يعني باقي في جوي اي ما بقى له تقريبا 8000 ساعه اي الحمد لله حتى يمكن يبي يكتمل قريب ان شاء الله يمكن بدك ان شاء الله الحمد لله وهذه انا بروح بكره وهذه يوم الخميس بيوم التاسيس ونروح باكتمال الوقت ان شاء الله هذه يمكن مثل ما تفضلوا قبل شوي ابو ركان والدكتور منصور مسؤولية الاعلام وكيف احنا نوظف الاعلام بشكل ايجابي وكيف نوظف المهارات اللي يكتسبها الشخص كيف اني يوظفها بشكل ايجابي. اليوم انتم هنا فيها الوقف اللي على مشارف يتسكر فيه وقف ام حاتم الله يغفر لها اللي تسكر هذه كلها مؤشرات ايجابيه يعني هنا في قناه بدايه او حتى في قريه انتم قاعدين تمارسون او تشوفون اشياء بشكل مباشر كيف يطرح وقف وكيف يسكر كيف الجمهور يتفاعل بشكل ايجابي كيف تتنمى المهارات كيف اني انا لما يكون عندي صوت مسموع او عندي جروبات دعم كيف اني اوظفها بالشكل الايجابي اللي ينفع الوطن وينفع الشخص نفسه وينفع اسرته وينفع الطرح الايجابي. اليوم ما عاد رفاهيه لا مطلب ضروره. ليش؟ لاني لازم اواكب الاعلام الحديث اواكب التغير اللي حصل في الاعلام. اليوم بكره ان شاء الله عندنا يوم التاسيس مناسبه وطنيه عظيمه ايش دورنا اليوم احنا كمواطنين وكإعلاميين وكمؤثرين وكبرامج إن ننشر الثقافة الوطنية الإيجابية نعتز بهوياتنا الوطنية. بكرة يوم التأسيس 3 قرون عمر هذا البلد 3 قرون 300 سنة كيف أنا يعني العمق الوطني اللي موجود كيف الثقافة اللي تشكلت اللي أشاروا لها قبل شوية الأخوان من شمال المملكة إلى جنوبها من شرقها إلى غربها كلنا أخوان تحت راية واحدة كل هذه الأمور الإيجابية كيف أني أوظفها بشكل إيجابي. فاليوم أنت عندك حتى لو خلصتها 3 شهور ولا 4 شهور ولا 6 شهور اليوم انتقلت المسؤولية من القناة عليك أنت والمسؤولية الذاتية والرقابة الذاتية والرقابة الشخصية هي المحك الحقيقي. المحك الحقيقي كيف أن اليوم نعرف مؤثرين موجودين كان أثرهم على مستوى يعني حتى خارج الوطن يعني عكسوا صورة إيجابية عن وطنهم وعن أنفسهم وعن أسرهم. فكل الأمور هذه دائما إذا استحضرها الشخص طلع مادة إيجابية طلع مادة مثرية طلع إنه يكون فعلا عنصر بناء في وطنه وفي أمته وفي في أسرته. فأعتقد إن ما شاء الله كلكم تملكون من المهارات ومن الأشياء اللي إحنا شفناها وتابعناها بس إنه كيف إننا نحافظ عليها وكيف إنها لما تتحول الرقابة من رقابة مؤسسية إلى رقابة ذاتية أنا أستشعرها وأكون أحمل اسمي وأحمل اسم عائلتي وأحمل اسم وطني وأكون خير ممثل لما أطلع سواء خلف شاشة ولا أطلع في برنامج ولا أطلع في سوشيال ميديا. لا أنا أعرف أنه كيف أني أخدم اليوم الوطني كيف أني أخدم ثقافتي مثل ما قلنا يعني بكرة عندنا مناسبة وطنية بعدها عندك المناسبات الاجتماعية كل الأمور هذه حضورك يكون مو محسوب عليك لا يمثلك أنت ويمثل أسرتك ويمثل وطنك حتى لما تكون خارج المملكة.
أنت كل تصرفاتك عليك محسوبة، كيف أنه توظفها بالشكل الإيجابي، وكلكم إن شاء الله فيكم الخير والبركة ما شاء الله. الله يكتب لك ما شاء الله تبارك الله. دكتور محمد الناصر علمك غانم ما شاء الله تبارك الله. إضافة أبو فراس لا يهون الشباب الآن ترى يعني في ناس يتصيدون علينا الأخطاء، يعني يوم نعكس الصورة هذه من أجل أن نجمل وضعنا ووجه المشرق، ننقل الوجه المشرق للدولة وللوطن وللمواطن السعودي اللي فعلا يتشرف ببلده وينقل الأشياء الجميلة اللي تكون يعني مثاب يعني تحقيق صورة حقيقية تسعى لها حتى الدوائر الحكومية وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى المسؤولين، ترى برضه يحبون دائما اللي ينقل هي الصورة الجميلة الصورة المشرقة اللي فعلا يتشرف فيها كل سعودي. فلما يجي شخص بسوشيال ميديا مثلا ويعرض مثل هذه الصور ترى حتى يزداد متابعين حتى من الناس اللي يشجعون على سواء على جميع المكارم، مكارم أخلاقية أدبية دينية، والحمد لله والشكر. يعني أنتم الآن ترى فترتكم هذه فترة بسيطة تطلعون إن شاء الله من المشاهير اللي حنا فعلا بنقعد نتابعهم ونترقب وش بيطرحون يعني. إن شاء الله إن شاء الله، لكن إن شاء الله ما نحصل من طرحكم إلا شيء مثمر ومفرح ومشرف بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. سم أول شيء الله يحييك، الله يبارك فيك أبو حاتم والضيوف اللي معكم كل الله يبارك فيك، والله اللي شرفتونا ونورتونا وفرحتنا ترى من فرحة حاتم. الله يعطيك العافية والله يا أبو ركان يا شيخ منيف الوسوس، ذكرك وطيبك سابق الله الوالد والله دايم يقولنا عنك يسول. الله يجعلنا خيرا ما يظنون. نعم سمعنا ابوك ذاك اليوم يشكر ولعل اذا جاء حاتم ذيك المره ساله، ولكن والله اللي يقولها انه ونعم بك وباللي يسمعونا كلهم عليك. فرحتنا اليوم ترى مو فرحه الحاتم بس، اليوم فرحتنا وحنا مبروكين الله يوم جيتونا بهالمكان. الله يحييك وبوك جعل ولدك في الجنه، ابوك رجل الله يرحم والديك ويجيب لي فيهم خير ما عليك زول. وانت ان شاء الله تطلع مثله ان شاء الله ما عليك زول والله ونعم فيك. أنت قبل والله يعطيك العافية على الكلام الطيب اللي صادر من شعور طيب. الله يرحم والدي. سم سم الله عدوك، أنت قبل شوي تكلمت عن موضوع قناة بداية كيف جمعت الشباب ذولا كلهم. لو جينا حن نفكر كمتسابقين، يعني أنا من أهل الجنوب أقحطاني من أهل الجنوب ما عليكم زود. الشباب يطول عمر السلام أغلبهم ما قد خوينا ناس من أهل حايل، من أهل القصيب، من أهل الشمال كام. حاتم الفريدي ولا قصور في سلطان جعلني في دخشمه، والله العلي العظيم انه مثل نفسه ومثل تربية شيبانه خير تمثيل. يشهد علي الله مو بعشانكم قدام موجودين ولا اتكلم في وجهه، والله العلي العظيم انها بيض وجه وانه قدم نفسه وقدم قدم ثقافته وقدم اللي عنده خير تمثيل. الله يبيض وجهه ووجه شايبه حسن جعلني والله افضل. الله يسلمك الله يسلمك. اسمعوني يا شباب، بالنسبه احنا نتابعكم والله دائما كلكم ها والله من يعني دون تحديد ونعم الرجال ما عليك زي. لا تكاتف ولا اخوه ولا اثاره مع بعضكم، صراحه احنا نشوف صراحه نقله نوعيه ما أنه فضل عند أخويانا ونعم رجال نعم. عليك زود وذاني حاجة تراكم كلكم بمركز الأول إن شاء الله، والله بإذن الله كلكم بمركز الأول بإذن الله. واللي يعني طالعين تطلعون من هذا البرنامج كلكم متكاتفين وكلكم يد واحدة وكلكم إن شاء الله خير على هذا إن شاء الله، بإعلامكم بكلامكم المؤثر لكم وبكلامكم الطيب بإذن الواحد لحد. وبل احنا نتحره منكم صراحه من 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 دائم من 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 ابداعكم احنا نشوفه، لا شاعر ولا متحدث ولا انت يا مساعد خاص دائما لك تمثيل تعالك تعالك ما شاء الله والله كلكم مبدعين تعالك تسلم ونعم رجع الله يرحم والديك الله يوفقكم اللي احنا نقول الله يوفقكم الله يسلمك ايه. طاعه الله هي ساس التوفيق. ايه ترى لا من الانسان التزم وطاع ربه يسر الله الامور كل ابوها مشات لهالدقاق وجلا وانا اشهد وانتم ان شاء الله بيوت طيبه وتربيه طيبه وروس طيبه تعلك صالح والله يوفقنا وياكم التوفيق المبارك ابو ركاع سامي الامين دبيك علي العمري نعم ونعم ونعم عم حسن اول شيء الله يحييكم تحيه السيد الله يبارك فيك الله اللي مرحبا اللي مرحبا مرحبا لين يفنى مرحبا الله يبارك فيك اشهد علي الله اني اقولها من قلب صادق انا ولا اخوياي جميعا علي مفرح العمل عليكم زود انا اقول والله نعرفهم ونعرف
ديارهم ونعرف رجالهم اللي فيها خير ونعم الرجال. جاني فداك جاني فداك جاني فداك ونعم الرجال. تسلم طيب جميعا. انا اقول والله عندي كلمه واحده، اول شيء اعذرونا ان ما استقبلناكم بالشحم والكرم اللي تستاهلونه. اي والله اني اقول انا صادق، والله اني اقول انا صادق، الحق علينا احنا، لكن سياسه سياسه البرنامج سياسه البرنامج هي اللي الحقوق اللي حددها. اي والله اني اقول انا صادق. شوفوا مكرم اللي جاي هذي، والله انها من كنت ما يعني والله تاسك ابو حاتم، واعذروني بعد على قصور، والله كرام انها من كنت راهم وافي والله جيتكم من كرام البرنامج باشياء معينه، والله ان نقدم شيء تستاهلون. نعم والله مسلوم، والله يبين بالقوة ابدا علي عندكم عروض مار ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تطلعون بكره وانتم فايزين وانتم متكتفين وتزورونا يوم طلحه. نعم على خير باذن الله ونشوفكم والله ان شاء الله لنا حن. والله ان شاء الله الشرف لنا حن. طلحه لا فيكم حق، ابشروا بس وان شاء الله انكم كلكم تبي تسنبون منها باذن الله. باذن الله ابشر بس. انا يا حسن نعم يشهد علي الله من علي سماه انك خلفت رجل الله ونعم الرجل. افتخر انا، افتخر انا يا علي الامري، انا افتخر انا يا علي الامري اني خويت مثل هذا الرجل. يشهد الله ما كسبته خوي، كسبته اخ، لم تلده امي. اي والله انا اقول انا صادق. ابو حصه لو اتكلم من هنا والله لين ينتهي البرنامج ما وفيت حقه ولا وفاته معي. اخ صادق وبما تعنيه الكلمه له ولا حتى خالد، يعني مجرد زارنا يوم واحد هنا يوم اصابه حاتم ذاك اليوم، يشهد علي الله ان يعني القلوب تقول يعني يمتلكونه بقلوب. اي وانا اقول انا صادق والله حييك والله حييك جميعا. الحين ما نبغى المدح، اعطونا الجانب الثاني. الجانب الثاني ما ودي صراحه، على حسب النظاره بينا. في منشدين، المنشدين يا طول عمر السلامه بندر والشباب كلهم، ولكن مطلعين الرحله. في شاعر فيصل وفي شاعر صقر وعايض، والربع ذولا كلهم حسين باللعبان الصوت الزين ابن نادر ماجد بن نادر صادق وابراهيم بو فمين يسالون علم الطيب. لكن الرجال يتحدث يقول له وش الخبايا؟ وحسين يقول حسين لعبان له مسحوب، والله يمكن جريته مسحوب يا حسين تهيضنا. سم الله يطول عمرك. المسحوب يبي يقول ترى انتم الشباب ونعم والله يحييك الله يبارك فيك. شرفتونا بالزياره. عصيمي ونعم ونعم ابن نيه ونعم مع الله يبارك فيك يطول عمرك. بالنسبه للخبايا حاتم انا اللي بعلمكم. ايوه بس هذا اللي اعلمكم عنه، هذا اللي نبيه. والله لو تفتشون منا ليوم الدين ما تلقون على حاتم قدش. رجال الا انك كاسبين كلمه ونعم غصب. الله يسلمك منا اجمعين. انت سمعت تمه. والله يحيي الرب وعزاز وغاليك ودنا والله بكرامتهم، ولا تعلل يقولون ما تعلل الحبال. انتم ما فيكم شك ونحن ما فينا شك، لكن على سياسه البرنامج ابو حصه اشهد شهاده حق حصان على ما بغيت، ان بغيت يسر وان بغيت يضر. اقولها انا صادق والله، والله العظيم ان بغيت يسر وان بغيت يضر. والله العلي العظيم يا علومه انها تنومس حرب وتنومس قبائل. هذا من طيب راسك يا والله. ما عليك زود، ما عليك زود، اشهد انك من طيب راسك. جبت لك رجل النعم يا طويل العمر والسلامة حاجة وتعدى فيه على طريق خبائي. في واحدة أعلمك بص إيه ما لا تسع لي مرة ثانية. أنا أبي أرجع أنا أكس بلوف الرجال وخرع وخرع. عاد عندي حتى أنا واحد أنا والطهيري شيء. لا 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 أنا عاد عندي سبع بس، بس سبع بس يا أبو فمين. لا عاطنا عاطنا ترى فيه شيء والله ما ندري عنه. لا لا ما هذه لا اشتهى الرجال يا نقز بلو في الرجال وخرج عن طوره بس على انا يا ابو حاتم. بسم الله ابو ركان صل على النبي. اللهم صل على محمد. اول حالا فنثني ترحيبكم من غلاكم. الله يبارك فيك طول عمرك، وانتم تقدمون الشحم وانتم هلا. عليكم زود والله يبغى لي بتنعم ربع حجر في الدويب. عليكم زود انا ابو لعبان قطاني ونعم عليكم زود جميع. اسولف انا ابو لعبان امس نعطي قصة الحجر في الدويب الله يجعله في الجنة وموت أنا موت المسلمين. نقول عاد له رجال زار له رجال تاري لي ووصله في محله، ولو الرجال ذاك ما هو بجدة أمسى عنده يا طويل العمر وكان هباله قرص فضة ما أدري هباله سمن ولا ما هباله. تعش الرجال وأمسى ولو والله ما أبطأ ولو والله هم بضيف فان النازلين على الرجال ذا نفسه. تقرب الفانوس وشغله وتقرب الضوء شبه وتقرب الطلي وذبحه ودرى حجر في الذويب انهم خطابتن عند الرجال ذا. جانا العشاء يا طوال العمار وقال له
الضيف ما ادري مضيف الرجال ذاك اللي راقد والدنابه يتعشى معنا. قال قد تعشى. قال والله ما انت عشاني تعشى معنا. قام الرجال يا طوال العمار وتعشى معهم. قال ها عندي لك يا دار انه يخطب الولده. قال ها عندي لك نصيحته بسري. وتداولت له ابيات عظيمه ومعروفه ومتداوله بيننا. قال شبعنا وشبع الذر من قوتنا. وله بجاد الجاويد معاش. صلاح اللي ما يعرم منشبه قبل منشبه الله يعوضه في حياتنا ما هبلاش يعطي العطاء من كان ضير بالعطاء ومن العطاء من كان خاله لاش. كفو كفو كفو. جعلكم مسلومين على كل حال. بيض الله وجهك وتصحيحا للقصه. اي سلمت. اللي خطر المعذب الاول ما هو الذويبي. من هو طال؟ اللي اخطره طال عمرك قبل يسمون المستشرقين يسوون الناس اللي يجون بعضهم يجي حاج ويطول في المشي على رجلي يسمونه مغربي. درويش. درويش. وجاء ولا اكرمه اعطاه من عشاء او واخر الليله واول الليل. جاء حجرف الذويبي واللي يبي يخاطب حجرف. ويوم شاف حجرف رحب وذبح الذبيحة وأكرمه ويوم قلطه والعشاء قال حجرف قلط الرجال يتعش. قال لا قد تعشى. قال لا خليه يجي تعش. وتعشى معهم. ويوم انه تعشم خطب حجرف من راعي البيت وقال عند وجهك خطب بنته. قال بكرة بن نروح للمملك ونبي نملك. قال المغربي ذا انا بروح معكم. قال احنا دربنا ما هو دربك. قال بروح معكم. راح معه ويوم قدم وانت يا حجرف قال تخبر قبل الملك عبد العزيز كان فيه خوف وكان فيه سطو وكان فيه قلمن ما في قل قلمن. الله يجعل الملك عبد العزيز في الجنه. الله يجعله في الجنه. قال حجرف الذويبي انا بعدي في المرقاب علشان ما يجينا احد بحماكم يا خويا وانت جهز غدانا. جهز الغداء. وش الغداء؟ الغداء جمري قرص. ويوم خلص ويقطع منه ويعطي الدرويش كسره منه والباقي يحط في سمن وفي هذا وهو يفركه. ويوم جاء الذويبي قضى غداكم. قال قضى. ويوم جاء له قاطع كسرة لا الدرويش. قال وش هذا؟ قال هذا غدا. قال هات هات وياخذها ويحطها في السمن مع النعمة. قال اقرب خوينا ذا اقرب. سلام. يتغدون. نعم. الدرويش سامعنا الخطبة ودار انهم رايحين يخطبون وعانوته معه علشان ينبه. ويوم قضم الا الذر رايح في تالي حتات الخبز والسمن. ويفرك انت يا الدرويش يديه. قال شبعنا وبددنا على الذر سورنا. سلام. وللذر في زاد التراب معاش. ايه يعطى العطا من كان ضار الا العطا ويمن العطا من كان خاله لاش. سلام. ومن لا يعرف منسبه قبل ولده يا ولده روى عليه بلاش. سلام. يا سلام. الا زي طلع طلقته الكلاش بقلبه حجرف الذويبي. قال اركب يا درويش توكل على الله بنتك معك ولك. ما عاد بيننا نسب. صح نادلك وصح تصحيح. صح بدنك. الروايات تكثر. اي فاحنا قصص المطالق طول عمرك تنتشر. ما عليك زود علشان ما تنتشر في طريق خطا. نعم. وقالوا امني في الوسوس موجود ما صحح له لكن الله يسامحك. صح بدنك. صح نادلك وصح تصحيحك يعك تسلم. طول عمرك. والروايه زي ما قلت لك تكثر ولكن الامثال الطيبه اللي تبقى. لو يستفادون تسلمون. والله يحيي الحال. الله يسلمك. وعايل دائما صراحه نستمع لك يا عايل. جعلك تسلم. لك قصص مع اخوياك تقص لهم صراحه قصص رائعه. الله يرفع قدرك يطول عمرك. وانت خطيب الجمعه عندي. جعلك تسلم. الله يجعلك بخير. الله يسلمنا لكم بطاعته. قصص عبد الشامان نسمع من بركان. بركان شيخنا شاعر وله قصايد. والله شف القصيد قصايده دايم محصوره في الوطن. عرب كلهم شعر. انا وانا انا اقل حرب في الشعر وفي كل شيء وحرب تاج على راسي وكل طيب. والله انكم كفو من حاضره ومن باديه تاج على راسي وحنا يا الربع في يوم مناسبه للوطن كل سعوديا في خير يفتخر. أنا أشهد في هاليوم المبارك. نعم.
اللي الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحد المملكة العربية السعودية، قال لو ما براسي يجيب طويد وهضابه سنصبح الضلع هو الواد متساوي. الملك عبد العزيز يقولها، لو ما براسي يجيب طويد وهضابه سنصبح الضلع هو الواد متساوي، ولو ما براسي يجي في ضلع حطابه سنصبحت عدعد يرعابها الشاوي. ملك عبد العزيز جابه الله سبحانه وتعالى لهالبلاد مثل ما جاب سلمان ومحمد بن سلمان، الله يجعل اعمارهم طوال ويرحم ويرحم الميت. في قصيدة اللي فالملك سلمان، ما ودي اطول عليكم انتم برنامج، لا 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 لكن اليوم الحكي صار في سلمان ومحمد بن سلمان وعبد العزيز، نعطيها البرنامج يعطيها اعمارنا كلها. ليلتكم والله، الشعر نظم وجوهر الشعر ما زال، وكل سلمان القوافي نشدها، طيب وكرم واخلاق يا محتم التال العز والهيبه احجاجك وجدها، طير السعد جزل المواقف والافعال اشهر على جزل الحرار وجلدها، ولا ينصف المرجله كل رجال بس انت يا سلمان شخصك وحدها، انت المليك اللي جنابك لهضلال وعيني بشوفك طار عنها نكدها، تخيل عينك يوم طرف الهدب مال وتصحي من الغفوه وعينك وعدها، تفوقت يمناك بالميم والدال ونقيل حاتم قلت انا منه ودها، طيب النوايا رمز عن طيب الفال وقليم كسوف المكارم شهدها، والبوسنه والقدس جت لك على البال وفيها مكارمكم يثبت وتدها، يا سيدي سلمان يا مفني المال يمناك غيث وكل مسلم وردها، عبد العزيز ابوك ومعرب الخال شيخ الملوك اللي تثير عددها، صقر الجزيره رمز عن كل الابطال اللي على التاريخ سجل جهادها. يستاهلون صقر الجزيرة رمز عن كل الأبطال اللي على التاريخ سجل جهادها، مثل صلاح الدين وامثالها امثال جدد مراكبهم وكل حمدها، الخيل من حسه تعلق بأجفال وفعله ينسي كل مرضع ولدها، حول على هجن كما القوس نحال على 40 لين وصلوا هجدها، وفتح لنا العارض وخلاه مدهال وثبت حدود المملكة واعتمدها، 20 عام ما بأي يوم قيال ويضا 80 بالمعارك رصدها، ما بين ضرب وحرب وقفاي وقبال والله لابو تركي كتب مسك يدها، مصيون تنيا سيدي عبر الأجيال من فعل ابو تركي وعشنا برغدها، الحين حنا في نعم من الله ثم من الملك عبد العزيز من فضل ابو تركي وعشنا برغدها، عساه بالفردوس لطيب من زال بيجاه من شق البحور وفردها، والمدح في سلمان حماي الأثقال أبو فهد عين المعادي رمدها، استاهل هو مبتدى الكلمة وتصوير الأمثال الله يزود فيه سنينه مددها، صلوا على الهدى خير دلال الأعداء من قام الصلاة وسجدها. اللهم صل على صاحب لسانك صاحب دنك الله يطول صاحب دنك الله يطول عمرك. والقصيد فيهم مان وفيهم حقهم أبد، وسيدي محمد بن سلمان لقصيدة طويل لكن باختصر يقول ولي عهد المملكة بالسياسات طف الفتن وشرورها المستطيرة، صمتي حير ناشرين القنوات حكيم راس ومستحيل انتثيره، وليتحدث تنصت الناس بسكات بليغ والموجز يجيد تعبيره، وليا وقف وقفة جبال السروات ياقف وترسل كورها المستديرة. لكن صح بدنك الله يطول عمرك، لكن دكتور محمد قال حنا في مناسبة يوم عظيم في ثلاث عقود من الزمن، والحمد لله حنا طال عمرك دولة وتاريخ مجيد من الله أسس هالمملكة، ها الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة اللي ننعم فيها، والحمد لله حكامنا منا وفينا الحمد لله، وهذه فضل من رب العالمين الحمد لله، اللي يحسون فينا في صغيرتنا وفي كبيرتنا، واليوم نسنا شيء ما ينامون الليل والله يحفظهم. في شاعر أنا قصيدة أحبها وأغليها من غلا اللي هي فيه، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه
وأي شخص ما يدعي للملك عبد العزيز والله إنه ظالم من نفسه. اللي ننعم بفضل الله ثم فضله وهو تحت الأرض. نعم. وعسى الله يحفظهم ها ويمتن عاجبتهم. كلام ما هو بس على الشاشات نقوله، والله إننا ندعي لهم حتى وحنا ساجدين على جباهنا على الأرض، لأننا حاسين ورحنا للدول وشفنا الدول وشفنا الفرق بيننا وبين الدول، لكن الله يخليهم لنا. اللهم في شاعر ضاق عليها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه واختفى في البريمي منطقة في عمان، وجلس 10 سنوات. بعد 10 سنوات أرسل للملك عبد العزيز قصيدة يطلب الصفح ويطلب العفو. والملك عبد العزيز رحمة الله عليه معروف عنه أخصامه ومخصامه اللي خاصموه عفى عنهم وصفى عنهم، معروف عنه، الله يجعله في الجنة وفي الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم آمين. هذا الشاعر عبد العزيز ابن عيد العزي من قبيلة المطارفة من هذيل راع البرة. نعم. وأرسل القصيدة للملك عبد العزيز وذكر فيها الدولة السعودية الأولى وذكر فيها الدولة السعودية الثانية وذكر فيها الدولة السعودية الثالثة وذكر أسماء فخرية للملك عبد العزيز رحمة الله عليه اللي هي نايف ومعزي غير اسمه عبد العزيز رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال يا الله يلي ما بعد صك بابه يلي غني والخلق كله مجاليل رب السماء رب الوطى رب ما به يا رب خلقك رب طه وجبريل تعلم ما لا نعلم خفي خفابه توحي ما لا نوحي من الفاظ ما زيل يا من على الطاغي شديد عذابه يا من على العاصي عذابه بسجيل عساي من اللي في يمينه كتاب ولا تواخذ في بعض الأعمال والقيل. قال الذي زين الغرايب لوابه شطرا على غيره غريب التماثيل ألفن هلا بلي لفتنا ارتابه الدولة السعودية الأولى ألفن هلا بلي لفتنا ارتابه بلي على كور النجايب مراسيل كسر عصا من سب دين الوهابة الدين دين الله لا فيه تبديل اكتاب رب عز منه كتابه تعز دينك بالشيوخ المشاتيل اللي كسى الكعبة ولبطح بنابه جد الحمولة بالسنين المساميل حرق على القطب الجنوبي لهابه جضيغهم من عقب نقل المواصيل عدم هل المشهد وهدم قبابه ولغش دينه في البدع والبراطيل عش هل النقرة وعش الذيابه وجابوا لها النيرات والجيش والخيل وهل القطيف وصخر أهل الخشاب وجا من هل النقرة الخيل زمامير رتبت مراتيبه وسارت ارتابه على الجزيرة ما مش الريل والتيل حول فارس والقرايا مشابه هدم بها صنام وذبح رجاجيل هزت بلدين العجم بارتهابه وجابوا لها الجزية صغارا مذالين مسقط وكل عمان شرع قضابه وأهل اليمن جوله على غير تنكيل هذه حدود سعود واللي بنابه ملكه غدت فيها النوابت مضاليل اللي حواه سعود فيصل حوابه فيصل ابن تركي الدولة السعودية الثانية رحمة الله عليهم جميعا اللي حواه سعود فيصل حوابه يبيه نايف نايف الملك عبد العزيز رحمة الله عليه اللي حواه سعود فيصل حوابه يبيه نايف بسنين المجابيل بالعرفنا فيصل حضرنا جنابه كان حكمة يلعبون المصاجيل وانا مع اللي يلعبون التعابه وجيش هزت يم الأميال والسيل ما تنهى إلا من ملوك الصحابة خليفة خلقت على تالي الجيل ما تنهى إلا من ملوك الصحابة خليفة خلقت على تالي الجيل ربى وقرى والقواعد عطابه والرمل والعميان رتب لهم تيل وهل المدارس سنهم من صلابه يفرح لأجا طالب العلم بالحيل بين المساجد لأجرها واحتضابه في كل صوب له وقوفا وتسبين ومن عنده ايتام الفيصل عنابه جابوه للي حاسب للمحاصيل مات الإمام وكل حي درابه عساه يجزى بالمعافاة لا سيل ورث حرارا قط عن من صلابه على الحرايب من كبار الغرابيل غنوا وصار الحكم عند الشباب وصفها من المزرن
ربيع المهازيل شيخ ولد شيخ عريب جنابه من منهل ما دير مثله مناهيل الشيخ بن فيصل شبوب الحرابة لمات النيران جدد لها جيل دس الخطر وروال خضر وارتوابه نشى الحروب وناس بالحكم ما نيلها كم هيت غط النوازي ضبابه غط فيها الطريح وبيرق العز ماشي إلا جاك حظك ما تمنيت جابه الحظ ما تنفع عليها الدهويل يوم اقبلت صار الهدى والجذاب مت النخو نوره شكب الدهرميل ثور ان الروضه بشمشول لابه بعوج لهلها بل هوايل تعاويل واللي حضر كون الامام اغتنابه خلى العدى يم القرايه هواشير طير السعد رب المقادير جابه بين الفراش وبين زين المعاميل نايف جلس بالبيت وضح الضحابه وجت له من الله ما قووها المغاليل وعجلان جاه اللي يريده عقابه عطب المخالب ضربها الخرب تشهيل شله مخلاب يشل الدماء بطير الحباري جول الصيد تجويل واللي لقى في قصر جدة عذابه على تركي بضرب المنصير تركي الدولة السعودية الثانية على تركي بضرب المناصير نون تظهر من جنوب سحاب من الشرق للزبلة غدت سنها الليل ينشي من المنشا يثور التخاب نخيل هذ قل ما نشاء بالمخيل تضحك مقاديمه وتبتي عذابه قد برعد منها الخلايد مواجيل كل الطيور تخايله والذيابة في جرة الناشي تناحت مساميل حرق حسين بضرب تم شهابة شيف تنازل من الوصف المحاحي الله غطى على القطبة الشمالي ضبابه وامطر عليهم من تجيله الهماليل اللي كساه الله بعز انكسابه كل يفضل مارد العز تفضيل والتاج كسبوبه إسباع المهابة فزوب هالمقرن ولا فيه تشكيل حر تعلى ماكره والتوابه لولاب سردال الملوك السراديل اللي حضر عفو سلم من عذابه شيخ بالله لا تطيحة لا تطيع المغاليل اهتز نج ذاك حل البلاب مثل الخطا الحصل جاء خطوه المراجيل والشيخ ابو خالد مروح رابه شو يقوله دبتها للعوجة عليهم دبابه ومن طاح بوجيها المناعير ماشي الغطى على القطب الشمالي ضبابه وامطر عليهم من تزيل الهمليل كلني شو يقول امطر عليهم من تزيل الهمليل اللي كساه الله بعز انكسابه كلني فضل مارد العز تفضيل والتاج كسبوبه اسباع المهابه فزوبه المقرن ولا فيه تشكيل حر تعلى ماكره والتوابه لولاب سرداله الملوك السراديل اللي حضر عفو سلم من عذابه يا شيخ بالله لا تطيع المغاليل لكن يقول لعلق المخرف حويل زهابه يشرب صرات عقب شربة الشهاليل يا صل حريبه لو بعيد ترابه من غب كونه يشبعنا المهازيل سلام يا مرذن ضيع عذابه سيفنت يا معطى المهارة المقاذيل يا نور نجد سورها وانت بابه يا هاجد الحكام في مظلم الليل عبد العزيز اللي براسه صلابه ولد الأمام اللي عطاكم تنافيل فنجال ابو متعب ترى شف ما بتعيش يا شارب جميعا الفناجيل إلى أن وصل يقول الشيخ أبو خالد مروي حرابه زبن المتلي والسبايا مجاويل بالسيف الأرخم لا تولى انصابه من فوق من توب المهارة المشاويل يشوق من سن الجواهر إعذابه اللي ينهوده لون وصفة الفناجيل غض غضيض تو زمت شباب عمهوج مقبول بدل وتدليل لو دش معفر زضبة ما يهاب متنفل بالزين ضبي الغراميل تن القمر في لبته لشعابه ينقر على الأمتان شقرن عكثيل المسك والريحان جملة خضابه والعنبر الأصلي خلط ريحة الهيل نصيحتي ما دام بالنصح ثابه قبل العقايب والمحن والغرابيل عن رايح في هد جاي عذاب تشتب بركونه سواته المشاعيل ينزي تحت برق ليالي خراب جنايز من عصفراته الشناشيل مسركم من غركم في جوابه العف عنكم كود راعة المصاوير كل يشرع للمناعير بابه كونوا ممالية المرذا المراميل ابن هويدي دونهم ينعذابه راسه حاسن دام جمعهم شيل يا شيخ محدارك متى ينهقابه يما الحسة تقضون بعض الشواتيل الطهرون اللي عليهم جنابه والجرب نطلاها بروسة المساميل الدولة المثاميل الدولة اللي بالحسة واشتبابه رصصا ما يصلح الله بتنزيل السيف بالعدوان غمد شبابه ظلم بهم عدل وعدل بهم ميل والسيف الأقصى بين به رطابه وجهواكم ذبل السيف
التذبيل وصلاة ربي عد راشي سحاب مهل وبل من حقوق مخيل على النبي الهاشمي والصحابة اللي بهم صورة تبارك وتنزيل. كف بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يبيض وجهك، الله يعطيك العافية. يستاهل، بيض الله وجهك، يستاهل وطننا، يستاهل يستاهل. من يقول وطننا يستاهل وحكامنا يستاهل؟ من يقول بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يطول عمرك، بيض الله وجهك، من يقول والله يستاهل، والله بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، والله يستاهل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك. بيض الله وجيهكم اللي تفاعلتم مع شيء في حكامكم وفي وطنكم، ولا انا مالي معروف، هذا اللي حكامي ورقبتي لهم سداد. والله ونعم والله، وكلنا نقول مثل ما تقول. الله يبيض وجهك، وجهك كبير، وجهك كبير، مس النور والسرور. الله يبارك فيك، والله انا سعيد جدا بجيتك، ما شاء الله. كفو يا ابن نادر، كفو، والشرف لنا فيكم وفي شوفكم وفي زيارتكم. بيض الله وجيه اولادي فيكم، كفو كفو كفو. هلا يا مرحبا والليلة ويا جماعة زانة، هلا يا مرحبا والليلة ويا جماعة زانة. أقول باسمنا واسم المدير بشاشات بداية، أقول باسمنا واسم المدير بشاشات بداية. سوق الدلاله اللي وسطها بن اليمن خولان، سوق الدلاله اللي وسطها بن اليمن خولان. وترحيبنا بضيفنا سعد ما جاء له نهايه، وترحيبنا بضيفنا سعد ما جاء له نهايه. الله يبارك فيك، اقول باسمي واسم اخوياي كلهم، الله يحييكم تحيا، الله يطول عمرك، الله يبيض وجهك انت واخوياك، الله يطول عمرك. شعوركم طيب وتفاعلكم طيب وروسكم طيب، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. هذا ابو ركان، هذا الذيابي، الله يطول عمرك، وكفو مع الله يسود، الله يطول عمرك. صح حسام، بيض الله وجهك، وفي شعور نبيل، الله يرضى عليك، يعطيك الله يعطيك العافيه انت واخوياك. حنا اللي تشرفنا في شوفكم، في السلام عليكم وفي جيتكم، لأنكم انت نومس فيكم، وإن شاء الله أنكم نواة طيبة للمستقبل طيب إن شاء الله. الله يوفقكم التوفيق المبارك، هذا حقكم علينا. وجميل جدا التنوع بعد بل ما شاء الله المواهب، تراه جميل يخلي الوقت يمضي. يا حسين، حسين حسين، ما احنا عارفين الموال لازم، يا حسين المسحوب لازم نجيب. والله اني وجعان اليوم، ما وجدت الاول. لا 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 ان شاء الله تعافى. هل يطلبك العم حسن ترد حاتم؟ لا والله عاد ترى والله كله قدر، القيام مع القدره. عطنا يا حسين قالي والطلب اخي. اللهم كيف ابى اتذكر وبعلمكم، لان انا لا بغيت اسجل سلام على السالين. اعطني اياها يلا. الله الله، انا لا بغيت واسجل جوا سلام على السالين. تعرض سبب ما عنيته، هموم بقلبي طوى ولات بذمن سنين. هنيا ودى الليل ما جاته. سلامتك.
كفو كفو سامح سامح بيض الله وجهك صوتك بندر انا بقول انا بقول بندر عطني يا بندر بندر شعراتك دائما اسمعها ولا اكثرهم بخوياك وكله تفضل علي صاحب داره غرام ابرق الريش وانا جنوب شايف عيني وراسي يا ابوي تكفى كيف بالله بعيش والفين كيلو بين خلي وبين والفين نقطة والف مركز وتفتيش والشوق حمله والبلاغ الونيني وان جيت عليت سلامتكم هذه المعارضة مكتبة هذه عايض 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 يا جماعة انكوش الله يحييكم عطني هاي طيب على خشم ايش ايش يبون على هالشحم على هالشحم بيض الله وجهك طيب يا جماعه خالد ما عليك اللي من تشرط يا في طلب عندك طيب طول عمرك على خشمي على خشمي جماعه ما ماني حافظها والله ماني حافظ تبونها على خشمي بس عندي اولها فين بندر والله ماني حافظها انا عندي البيت غير بعطيكم من اللي حافظ بعطيكم من اللي بخاطرك عطناها بس طيب صلوا على رسول الله اللهم صل على قال ونيني ونيني مشرف في دهف ليلي وحيدا وجاله دير تم ما بعد جاها وهو بين مظهر الكليبين والسهيلي وته الطريق وعزبته هناك سماع ابن الله ونيني ونيني مشرف في دهف ليلي وحيدا رتي ما بعد يا وهو بين مظهر الكلي بين وسهلي وتاه الطير قوع اثبته ناقص ما هو سلامتكم انت سلام سلام عبد الله وجهك وجهك ابيض ومن يسمع الربع عشاكم جاهز اقض اقض عشاك يلا بسم الله توكلنا على الله بيض الله وجهك الله يجود عليك الله ما يسلمك الله يسلمك والله يجعله من يسر الله يطول عمرك اقعد اقعد وقف وقف ابدا ابدا من بعدك ابو ركاء والله من بعدك ابو ركاء من بعدك ابو ركاء لا والله من بعدك ابو ركاء ابو ركاء تقدم جعلك شاف الضيفات منكم ولكم والله يجي عليكم زيد رصيدك دوم زيد رصيدك فرحه ولمة حبايب ذوق عالي مستوى والبال لا 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 الله يا جاك على اطرح علي الله يحييك والشتا ما زاد رصيدك دوم غير يا سحاب عطري ما زاد رصيدك احلى ايام العمر ما استعيدك بشريني يا سحاب بجديد والشتا ما زاد رصيدك دوم غير والشتا ما زاد رصيدك دوم غير والمواعظ والتجلي والحماسة والشتاء
رصيدك دوم غير والشتاء مزد رصيدك دوم غير اسبوع اسبوع لا تلحق ونعم ما شاء الله ما شاء الله يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن اقول لك انا احس منكم لا يا خيركم ما شاء الله فالينا ما شاء الله مبسوطين المطعم عندك والالعاب عندك كل شيء عندكم متوفر بكم هلا الله يطول عمرك والله ما شاء الله اي والله اقول تشكر بدايه اي والله تشكر فكره جميله جدا عز الله فكره جميله وملف ولا دارش السجن ذاك في سجن في سجن وهي طول عمرك بس سجان سمعنا ان السجان سجن الكريم السجان السجان سجن ابو سلطان والله وجه والله يا ابو رجاء بدري هو قابلكم ولا ما قابلكم الا والله قابلنا ترك الدوس والله الشرف لنا ابو عبد الله الله يوجيهم جميعا الله يطول اعمار ما شاء الله ما شاء الله اقطم يا رجال ضيف منكم ولكم والله يحييكم كثر خير هذا المغاسل اللي واجبكم واقل من واجبكم لكن اعذرونا والله ان الحق البرنامج ما مقيدنا الامور تقييد والحق والله انا اشهد الله اني اقول انت ترك 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 زيد رصيدك دوم غير